الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. رتبت الكنيسه ان الاحد الاول من ابيب لانه بيبقى موافق قريب من عيد الرسل 5 ابيب، دعوه المسيح للمجد للتلاميذ الاطهار. دي بدايه الكرازه، واقع الحدث النهاردة إن المسيح دعا التلاميذ وأعطاهم قوة وسلطان. موقعها في حياة المسيح كان في السنة الأولى من بداية كرازة المسيح، في بدايات خالص التلاميذ. يعني الكلام ده موجود في إنجيل لوقا 9 وفي إنجيل متى 10، والإنجيل متى وإنجيل لوقا ماشيين بالحوادث بالترتيب يعني. فدي كان في بدايات المسيح، بدايات الكراس. ايه معرفتهم على من هو المسيح؟ دي جات متأخرة خالص، لما سأل المسيح ماذا يقول الناس عني انا ابن، فرد بطرس وقال له انت هو المسيح ابن الله. ومن تلك الساعة ابتدى المسيح يكشف نفسه عن ألامه. فدي كانت في السنة الثالثة من كرازة المسيح. لكن الإرسالية دي في بدايات خالص. كان التلاميذ حتى إيمانهم بالمسيح كابن الله لسه مش هو. ليه بقول كده؟ عشان تشوف البداية كيف بدوا. وبعدين دول أول ما بدوا سمعت في آخر الإنجيل إنهم كانوا يشفون في كل موضع. السر هناخد من الإنجيل ونطبق على نفوسنا. السر اللي بيخلي الكرازة من غير إمكانيات توصل للمستوى ده؟ طبعا في نهاية حياة التلاميذ قال الذين لا تسمع أصواتهم بلغت أقوالهم إلى أقطار المسكونة. السر، هل كان عندهم إمكانيات؟ إطلاقا لا. اقرأ معايا الإنجيل واحدة واحدة. دعا التلاميذ وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء الأمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله. أعطاهم قوة في الأول، قوة بتاعته، قوته هو في إخراج الشياطين وشفاء المرضى. طب دي تفيدني أنا في إيه؟ تفيدني إن هو ده المسيح، ودي استعداده ودي إمكانياته اللي يعطي الإنسان البسيط الضعيف كل ما له. بس هنشوف الشرط. عشان كده قديس بطرس هو بيحكي خبرته من الحادثة دي، قال إن احنا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. شوفوا بطرس الرسول الكلمة اللاهوتية العميقة جدا، احنا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. جابها منين؟ جابها من الحدث ده. المسيح الإله صاحب سلطان إخراج الشياطين وشفاء المرضى ادى للإنسان هذه الإمكانية. فصرخ بطرس الرسول وقال إحنا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. لبطرس بس؟ إطلاق. إحنا بنصلي في صلاة الشكر قول إيه؟ أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقار. أعطانا إحنا السلطان. فدي أول حاجة. أول حاجة إنه دي استعداد المسيح، كل ما له مستعد يديه. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. هو ده المسيحية، ده التجسد. كل ما الله اللي حاز عليه المسيح أسكنه في جسدنا البسيط. بس برضك ليها شروط، أدخل في الشروط. أرسلهم في الأول ليكرزوا بملكوت الله. إيه ملكوت الله اللي كانوا بينادوا به؟ هو التوبة. شبه بالضبط يوحنا المعمدان. ما هم يعرفوش المسيح ابن الله لسه، ولا يعرفوش كتير، ولكن كانت الكرازة بالرجوع لله زي أنبياء العهد القديم زي يوحنا المعمدان. طيب إيه معرفتهم عن ملكوت الله؟ لا يعرفوه بقى بسبب كلام المسيح. حببهم جدا المسيح في الفترة الصغيرة عن ملكوت الله. إيه ملكوت الله؟ عناية الله، حضور الله،
إحساس الله بالإنسان، إحساسه بجوع الإنسان، إحساسه بمرض الإنسان، شافوها وأدركوا حنان الله على الإنسان. لما شافوه المرأة الأرملة اللي وحدها مات قال لك تحنن عليها، الجموع الجعانة اتحنن عليها، فأدركوا أن الله بيحس بالإنسان. هو ده الملكوت، هو حضور الله. هذا عمانوئيل، حضور الله في عالم الإنسان. الحتة دي لما بتغيب عننا بنتضايق، ما بيعديش يوم إلا حد يكلمني عدى بظروف صعبة يقول لي أنا زعلان جدا من الله. يعني إيه زعلان من الله؟ إيه المصطلحات دي؟ أنا هتخانق مع الله؟ إيه المصطلحات دي؟ دي مش مصطلحات مسيحية إطلاق، حتى لو سمعتوها من أي حد. لا لا لا، الله لا يكلم بهذه الطريقة. يعني إيه زعلان من الله؟ إيه؟ ما علت أفكاره عن أفكاره، كبعد السماء عن الأرض، هكذا علت أفكاره عن أفكار بني البشر. فكان هو ده الملكوت، هو حضور الله في الإنسان. لا يعني إطلاقاً إن حضور الله في حياة الإنسان إن حياته هتبقى مستريحة. لإما كده بقى كان واحد زي مين هناك؟ ماري جرجس. طب ما كان يتخانق بقى مع ربه اللي 7 سنين 70 ملك يحكم عليه، كان يتخانق. مين أبو سفين؟ ما قطع راسه. مين؟ شوفوا مين. طب دول يزعلوا من المسيح؟ دول بقوا شهداء المسيح. طب ما سابوا. طب بطرس الرسول؟ طب ما يزعل منه بقى. لا لا، ما مش وحدود الله في حياة الإنسان لا يعني إطلاقا إنه حياته هتبقى ما فيهاش مشاكل. لا، البديقات كثيرة ينبغي لنا أن نخلص. فالملكوت شافوه في شخص المسيح، هو الملكوت، هو الله، هو الله الساكن فيه. فهو ده الملكوت. أنا بركز على الحتة دي، ما هو ملكوت الله؟ هو حضور الله في حياتي بالمحبة، بالاتكال، بالعشرة. ده اللي عمله المسيح مع التلاميذ. وقال لهم، أدي الشروط بقى عشان تفضل القوة اللي خدوها تفضل معاهم. قال لهم شروط: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبين. وفي إنجيل تاني قال ولا تحملوا حذاء ولا عصا. هو لما واحد يبعت واحد في إرسالية مش يديله كل الإمكانيات. يعني أنت مثلا تبعت واحد ابنك ولا حبيب يجيب لك حاجة، مش هتجهزه كل احتياجاته؟ قالك لا. هنا بقى السر الخفي بتاع المسيح. هو جهزهم في الأول بإيه؟ بقوته. أعطاهم سلطان على جميع الشياطين وشفاء المرض. إداهم دي مش باينة في الإيد، دي كلها في الروح. قال لك عشان تفضل العطية الروحية دي لازم تشيل اللي من بره، تشيل كل حاجات الجسد، لأن رسالة الملكوت لا تحتاج إلى سند مادي. هقولها تاني، رسالة الملكوت لا تحتاج إلى أي سند مادي. فبعتهم كده، قال له ما تشلوش عصايا. ايش معنى العصايا؟ اللي هي يدافعوا عن نفسهم يعني. لا، قال لواحد يضايقهم في السكة يتنرفزوا يمسك العصايا ويتخانق. لا 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 لا، ملكوت الله ما فيهوش خناق. قال لهم كده، خشوا البيت قولوا سلام، ان كان هناك سلام يحل سلام، والا فليرجع سلامكم اليكم. يعني ترجع سلامك زي ما هو، لأن رسالة الملكوت لا تحتاج إلى سند. وبعدين لا تحملوا مزود اللي هيشيل فيه الأكل والشرب. لا، طب هناكل ونشرب إزاي؟ لا، الفاعل مستحق أجرته، ما تعولش هم الأكل والشرب. طب هناكل إزاي؟ هنا بقى التدبير العجيب بتاع الله، هتسمع عنه في البولس بكرة. لأنك أنت الكارز لما هيروح البيت معهوش أكل وشرب هيأكلوه، ولما يأكلوه هيرتبطوا مع بعض بعلاقة محبة
ود يحسوا هم ان هم مسؤولين ويحس ان هو معال من الله بواسطة دول. كانت الكنيسة عاشت كده كتير. يعني يمكن كلكم الكبار فيكم شافوا دي، الكهنة ما كانش ليهم مرتب مش كده، كان يعدي في أي بيت يصلي يحط في إيده حاجة ويعيش بيها. علشان كده في صلاة الكاهن أنتوا ما حدش بيعرفها، في صلاة تحليل نص الليل اللي بيصلي الكاهن بيصلي أيوك الذين أكلنا من أيديهم وأوونا في منازلهم وأعطونا، عودهم يا رب الجسديات بالسمائيات الأرضيات بالفانيات بالأبديات، اللي علونا وأكلونا من عرقهم من كدهم دول عوض. وهكذا رسم الله أنه خادم الإنجيل من الإنجيل يعني. فكانت ارتبطت العلاقة بمحب، وقال لهم كل بيت تدخلوا تقعدوا فيه، والكنائس العالم كلها ابتدت في بيوت، بيت ماري مرقس، بيت ليديا بائعة الإرجوان، كل الكرازة في العالم ابتدت في البيت. فالمسيح زودهم بالروحيات وأمرهم إن هم يرموا كل سند جسد، وبقى ده الشرط. عاوز قوة الكرازة تبان، ارمي السند البشري ده. بقت معادلة كده، تعمل دي تاخد دي. عاشت الكنيسة كده. طبعا احنا بنشكر الله ان الانجيل حي، وتاريخ كنيستنا القبطية يشهد بهذا. يكفي ان كنيستنا مثلا على اسم انبا ابراهام، اللي هو في المديحة بتاعته يقول له ايه، بدل مطرانية ارضية بنيت مطرانية سماوية. عاش الراجل كده. وفي كل جيل واحنا عايشين دي، وانتوا لازم تفرحوا ان كنيستكم اتبنت كده بنفس المبدأ ده. فالمبدأ اللي حطه المسيح له المجد ما زال عايش، وأتمنى أنه يفضل عايش فيكم وبيكم، لأنه على قدر تعفف الكنيسة والكارز في الاحتياجات المادية على قد البركة والخير. مش هتكلم كتير، لكن أنا قلت ما يكفي. اللي انتوا قاعدين فيه ده يشهد بهذا الإنجيل. هي دي العطية اللي لكل مسيح. تقول لي لا دي التلاميذ بس، لا، كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. لا، يوم ما أخذنا الجسد المقدس والدم الكريم إحنا دعينا وأرسلنا بفم المسيح إن إحنا نكرز لي. طيب زودنا بقوة ولا ما زودناش؟ زودنا جسد ودمه. مش قادر أتجرأ وأقول يمكن أكتر من إرسالية التلاميذ. لا أقدر أتجرأ وأنا مسنود بالكلمة، لأن ما كانوش لسه خدوا الروح القدس، لكن إحنا أخذنا الروح القدس. ما كانوش خدوا الجسد والدم المقدس وسكن فيهم واتحد بيهم، إحنا أخذناه. فإحنا إرساليتنا النهاردة وإمكانياتنا النهاردة أكتر من اللي خدوها التلاميذ في ذات الوقت. طيب إيه اللي معطلنا؟ تقول لي أكرز إزاي؟ بحياتك، في المكان اللي أنت فيه، في بيتك، في شغلك، في كنيستك. أوعى تنسى الشرط. كل ما بنتكل على الإمكانيات المادية، إن كان ذهن، إن كان فكر، إن كان صوت عالي، إن كان مركز، إن كان لبس. قال لهم ما تلبسوش لبسين، لا تحملوا لكم ثوبين. ليه يعني؟ ما تخافش، يعني ما تعملش حسابك لو تقطع واحد هتجيب غيره منين. لا، ما تقولش دي. على مثال إرسالية الله زمان
لشعب إسرائيل لما بعت موسى. فاكرين قصة الخروج؟ جاب موسى. بردك العجيب في التوافق الرائع في الإنجيل إنه لما ابتدى موسى يقرب وربنا يكلمه قال له إيه في أول حاجة يعملها؟ اخلعنا عليك. قال له ما سمعتش المسيح دلوقتي بيقول للتلاميذ لا تحملوا لكم أحذية؟ قال له لازم. ليه؟ لأنه الدعوة مقدسة فيها خروج فيها حضور الله. فلما خلع نعليه وتقدم وشاف العليقة اللاهوت المشتعل في الجسد النسوت شاف عمانوئيل شاف حضور الله. وبعدين ربنا قال له روح بقى زوده بالآيات وبعدين روح طلع الشعب. طلع الشعب لا معاهم أكل ولا شرب ولا. وبعدين كده بعد 40 سنة ربنا قال لهم ها لما خرجتم جعتوا نزل لهم المن والسلو. طيب اللبس اللي معاكم دي اتهرقت؟ لا. طب الحذاء اللي في أرجلكم ده؟ لك لا. 40 سنة الشاب الصغير يطول والتوب بتاعه يطول، الحذاء رجليه تكبر الحذاء لسه في رجليه. 40 سنة إعالة. ليه؟ لأنه كانوا هدفهم سماوي، رايحين أرض الميعاد، ماشيين وراء عمود النور وعمود السحاب، مسيرة مقدسة. فنسيوا احتياجات الجسد، وبعدين وفى الله وعده علهم تمام. طب ما تعالوا نخلي مسيرتنا مقدسة. دوكهم كانوا رايحين أرض، في الأرض لبن وعسل ومش عارف إيه وبتاع، لكن إحنا مسيرتنا إلى ملكوت السماوات ويسوع جوانا. باقي إيه؟ باقي ما تتكلش على الحاجات دي. احفظ القانون ده، ملكوت الله لا يحتاج إلى سند مادي أبدا. وكل ما الإنسان وكل ما الكنيسة وكل ما الكارس بيؤمن بهذه الوصية كل ما البركة بتزيد. كل ما الكنيسة تصدق دي يبقى فيها البركة. لا عمرنا هننبهنا على فلوس ولا عمرنا هننبه على فلوس، لا عمرنا هنعمل فند ريزنج ولا عمرنا. اللي استلمناه من المسيح عبر الآباء اللي وصل لنا نوعد المسيح ان احنا نكمله الى النهاية. لربنا المجد الى الأبد، امين.